أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كنت أصلي وأنا على جنابة سابقة، فما حكم صلواتي تلك مع أني لا أعلم عددها؟ إن كانت المدة محصورة ويمكنك تعرف الصلوات فتقضيها، يجب عليك القضاء. وأما إن كانت المدة كثيرة ولا تعرف حدها ولا عددها فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. نعم، تحافظ على الطهارة، عليك بالتوبة والمحافظة على الطهارة للصلاة. نعم.